جينا مع نهايات البانكيسي، وهذا حبيبنا الشيخ عبد الرحيم مالك الشركة السياحية اللي حنا جينا عن طريقهم، وهذا أخوه عبد الرحمن. كيف حالكم؟ حنا في ضيافتهم وفي بيتهم الخاص. ما شاء الله يا جماعة، تصميم البيت جميل جدا وهادي ورايق، ومن العادات والتقاليد الجميلة عندهم يقول لك النعال لا تدخل بهالبيت. الله يكرمنا ويكرمكم. لا تعبتوا يا شباب، ما شاء الله، مش هالبيت الزين الطيب. لا هذا عشاء وبعدين كل يطلع فوق ينام. ما شاء الله ما شاء الله. علمهم بالتوقيت يا غازي، عشان بكرة لو اتأخر مع المتابعين ما يقولون يسحبوا علينا. أقول بكرة الساعة 9 وأنت صاحي. 9 الحين الساعة 2 يا غازي، أنا ماكل حبوب. يا غازي الساعة 7 يا غازي. أنا ماكل تاكسي في جورجيا هنا. حبيبنا عبد الرحمن يقهوي الوالد. هذه قهوة سعودية؟ هذه قهوة سعودية. كيف عرفت تسويها يا عبد الرحمن؟ يا أخي عارفين السعودية أكثر منكم. إيش تعرف السعودية من وين؟ عارفين من عرعر وسكاكا إلى الشرورة ثم هفمون شرقية. الله، والنجد ما يحتاج. كم سكنت في السعودية سنة؟ هذا ما يحتاج. لا 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 عادي، قول عادي بالعكس. 12 سنة. 12 سنة؟ ايه 13. ايش تدرس ولا ايش؟ ادرس واتمشى. ما شاء الله ما شاء الله. وين كنت تدرس؟ جامعة الإمام. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجزاك خير والله. هاي ابو سار، انت تعرف القهوة؟ والله كايدر. ما شاء الله، قهوة أميرية صح؟ ما شاء الله والله، القهوة اللي ريحتها بتشق الراس. كلمت الشيخ على عرسك. على عرسك اهلا. الدعوة هذه وشط يمنها الدعوة. اهلا الرجال يسمعونا ورا ستار. صحيح والله، استحل وجهك مالك لزوم في بعض. يا اخي ما عليك، يسمعون ما يسمعون، اخذنا الشيشانيه نريد ناخذ السعوديه. كم ارحبوا يا رجال. ابقاك الله. الله يبقيك سلمك. الله يجعل مالك. اكله شيشانيه. اكله شيشانيه ما شاء الله. عبد الرحمن، ما هي المدينه التي تحبها في السعوديه؟ الرياض. ما شاء الله، حياكم الله. الله يسلمك ويسعدك، تشرفنا فيك طال عمرك. حياكم الله على السفرة الشيشانية يا شباب. تعال اقرب لحم الحسين. الله انت ما تاكل لحم مخلد الحين. طبعا يزاول افضل هواياته اللحم والاكل. شوف الحين في منتهى السعادة. شوف ضلعته العجل كيف. ما شاء الله ما شاء الله العظيم، تسلي الجفر. هذا من اللذة اللحوم يا غازي. ارسال اليوم عندك فل؟ انا بالحاشي لحم تحت الكباري جاب لي مرض. واذا بغوا يدلعونك وش يقولون؟ ثمان اضغط لك الحمى، ولا اضغطك في القدر اللي تضغط الحمى فيه.